la radio qui vous écoute. وصلنا لمرحلة وصل الإيداع وقلت لك الطبخة القانونية واضحة، إذا كان أي واحد ما ينفذهاش الطبخة تكون غلطة. اليوم في القانون متاعكم اللي ينظم وينظف الدومين من العشوائيات اللي بارازيت، بارازيتاج كبير برشا ومريتوا به. وصل الإيداع هذا شنو حكيته ساعة؟ خلنا نسمع سي فتحي حكايته القانونية وأنا عندي ما نتكلم في وصل الإيداع اللي هو فريمون في حد ذاته. الحاجة اللي عجبتني مش هكسيت بيناتكم ديما باهيين ما بعرفكم. ليه باهيين؟ احنا راهو هدفنا واحد، راهي مصلحة الطفل. أنا ما عندي حتى هدف آخر، ويعرف سي فتحي الحيلي أنا عندي معناها أقدمية نتاع 26 سنة مربية. شفت الغيرة على الوالدين هذه كما غيرة الأم والبو. اليوم وصل إيداع سي فتحي مدام دنيا بشيري قالت نعطيك اليد، جو تو دون لا مان في الحكاية هذيا. أنت أفون أعطيني ساعة مفهومك الوصل إيداع وشنو هو معناتها يرد الوضعية قانونية ولا غير قانونية للرياض ولا الكريش ولا الكلوب ولا وات إيفر قال الإنجليزي. واضح. الوصل الإيداع هي وثيقة يتحصل عليها صاحب الروضة بعد ما يوضع قرى الشروط وتم معاينة الفضاء من حيث البنية الأساسية ومن حيث التجهيزات ومن حيث الأوان وكذا. على أثر ذلك ياخو الوصل الإيداع باش ينجم ينطلق العمل بتاعه. الوصل الإيداع حدو المشرع بوضوح معناتها في القانون اللي كنت نذكر فيه، معناتها ما فماش إشكال دام توفرت الوثائق الأساسية وتوفرت الظروف الأساسية للحصول على وصل الإيداع. هي تحب تحكي على وصل الإيداع من منطلق قانوني، أنا معناتها إحنا هنا معناتها سلطة تنفيذية مانيش سلطة تشريعية باش ننظروا الوصل الإيداع عند رئيس معناتها حسب الرغبات نتاع شخص أو شخص أو ولا غيره. فما تو حاليا فما مكبين على مراجعة كراس الشروط. يعني كراس الشروط بطبيعة باعتبار تطور الزمن بدها بكل وثيقة ولكل فصل قانوني معناتها يتطور كيف كيف اعتباره معناتها فما متغيرات اجتماعية تطلب التغيير. هذا اللي هذا ما تبي ببساطة مفهوم الوصل الإيداع. أما جيت حبيت نعقب على حكاية الشرطة، أنا ما نقول الشرطة رغم احترامنا الكبير للشرطة للمهام المقدسة اللي يقوموا بها، ولكن احنا عندنا تصحيح فقط للكلمات هي إشعار. الإشعار الإشعار معناتها والإشعار موكول لكل أشخاص راهو فضاء فوضوي يعلموا به عديد من الهياكل. نجموا يتصلوا بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، نجموا يتصلوا بمندوب حماية الطفولة، نجموا يتصلوا بمصالح الولاية يحطوا الإشعار نتاعهم، وإحنا بمقتضى ذلك نتحولوا على عين المكان ونثبتوا من الفضاء الفوضى ويتم اتخاذ القرار بدون إشكال. ردا على التفسير اللي عطاه سي فتحي، تو انت تقول لي وصل الإيداع عنده حكايه، خلي سي فتحي يتقدم في الموضوع هذا وانا نجاوب. ارض الواقع شو تقول مدام فدنيا؟ ارض الواقع تقول لك وصل الإيداع هي التجربه اللي كانت سببا اساسيا في تردي البنية الأساسية والخدمات الموجهة للطفولة المبكرة. كيفاش؟ الوصل الإيداع هذايا هو اللي معناها اللي كان معمول به واللي معمول به الدواء تمشي ولا يمشي الباعث، يا هو وصل الإيداع يصحوا في البلدية ويعطيه للمصلحة الطفولة وينطلق. معناتها عندي وصلت كرة الشروط وعندي وصل الإيداع. ويبدا في النشاط نتاعو وياخذ الماتريال ويبدا يستقطب في أطفال ومن بعد كي يجي التفقد بعد 15 يوم ولا بعد شهر ولا بعد معناها خطر برشا طلبات خاصة لما في الصدور، ودونك تولي إشكالية معناها صعيبة كونك تنفذ القانون هذاك. وهذيك شقع وهذيك الفويتة اللي وقعت راهي في رياض الأطفال. الفويتة هذيا قال لك سامحني يا مدام، احنا طلبنا بها كغرفة من هاي موثقة زادة في جريدة الأنوار من في تاريخ 5 مايو 2012 طلبنا كوني عودة التراخيص وإلغاء العمل بكراس الشروط. معناتها أنت تقول لي الفويت هذه ماذا بيكم تسكروا علينا الفويت نصلحوا للبلومبغي الدخلانية تاع الدار، خلينا ننظفوها ويزينا من عملية عمل الإيداع وهانوا تحلوا لغير يتحل. طلبناها عديد المرات كما طلبنا معناها الاعتماد على الكثافة السكانية، قال لك امبوسيبل، علاش لي فارماسيان ما يعملوش بالكثافة السكانية؟ علاش ما يكونش قطاع الطفولة عنده القيمة هذه؟ علاش معناها تكثر من الروضات مع العدد الضئيل جدا من المتفقدين؟ خاطر احنا تو في ولايه نابل عندنا 320 روضه كما قال السيد المندوب، لكن قداش عندنا متفقد وقداش عندنا موجود في دوله؟ سي فتحي معناتها وكانها تقول لك اليوم الوضع خرج على سيطرتكم. حبيت ناكد على نقطه هامه ياسر، احنا الهدف نتاعنا نوصلوا نحققوا على الاقل 50% من اطفال تونس يكونوا في رياض الاطفال. هدف وان شاء الله فوتوه هذا الهدف هذايا. ولكن هل ب 320 ما نتصورش احنا وصلنا ساعه باش نغطيو هالنسبه هذه نقطه الاولى. 320 وهما واقع الارض اللي عندك انت قانونيا. ليه؟ النقطه الثانيه
اللي احنا بنتاكد اللي المندوبيه ما تقومش بعمليه التسويه، احنا ما نعطيه وصل ايداع الا بعد ما يزور المتفقد السفير ويشوفها تستجيب الشروط القانونيه من عدمها. اذا كان ما استجبتش ما كرهش من وصل ايداع، ملول تعطينا وثائقها ونشوفوهم ونعملتها حق وثائق نخو ياخذ يشارج من حقه باش ياخذ. ما فماش معناتها حالات هربت تقول انت من ينجم يكون مع تسيدي قنوة، لكن أنا حريص جدا أنه باش يكون، وهذا تعرفه مدن تانية، حريص جدا بأن تكون رياض الأطفال معناتها مستجيبة للشروط القانونية. الاستجابة هذه وضعك سابقا كمندوب جهوي للطفولة، مندوب حماية الطفولة. أنت كنت تحكي قبل اللي أنت كانت في رقبتك معتها أرواح أولاد صغار، اليوم كمندوب عندك سلطة قانونية أقوى وردعية أقوى وقادر أنك تمشي لقدام وتعطي تنفيذ أقوى. اليوم الإشعار ما حاشناش بيه، إذا كان تعرف الوضعية قابلة أنها يتنفذ عليها القانون ما عاش يولي إشعار، يولي ردع، تولي تجريم. احنا في انتظار إن شاء الله يخرج معتها نص قانوني يجرم حالة العود، فهمتني بوضوح تام، ولكن نعتمدوا حاليا نجموا نعتمدوا حاليا على النصوص العامه، ولكن معناتها ما فماش سلطه اكثر ولا اقل. كل مندوب حمايه الطفوله عنده مهام واضحه وجليه وعنده صلاحيات قانونيه في اطار معين، والمندوب الجهوي عنده حاجه اخرى معناتها مختلفه نسبيا، فهمتني. وهما بالعكس معناتها بين المندوب الجهوي ومندوب حمايه الطفوله فما تكامل، بالتالي معناتها عمليه المتابعه او عمليه المراقبه يتم بين جميع الاطراف، سواء مندوب حماية الطفولة أو المندوب الجهوي حسب عبر الهياكل المتوفرة لديه في المندوبية الجهوية. وبالتالي ما فماش إشكالية، معناتها الإشكالية نحاولوا باش نتجاوزوا الإشكاليات اللي احنا عندنا ونوصلوا لتحقيق مصلحة الطفل الفضل بالأساس. السؤال اللي تحكيوا فيه هو إداريات قانونيات إلى غير ذلك، لكن ما كمش أنتم الزوز المسؤولين الوحيدين على وضعية انتشار الفضائيات العشوائية، بلكش حتى الوالي التونسي عنده إيد في الوضعية هذه، وإذا اللي نحبوا نسألوا عليه، اليوم الوالد والأم التونسية اللي يختاروا أنهم يمشوا للفضائيات العشوائية وفي بالهم اللي هي ماهيش مكتملة الشروط، ويعرفوا اللي فما أمور ماهيش قانونية واللي هي ماهيش مصدق عليها ولكنه يتواصف الأمور هذه، الرياض الأطفال اللي خارج البرنامج اللي قاعدة تعدي في مساجات غير المساجات المطلوبة أنها تتزرع في عقول صغارنا، اليوم هذوما أنتم فين من الوضعية هذه؟ وهذا هو بقية موضوعنا لحدود 11:30، تابعونا بعد شوية في 24 على 24، لكن بعد ما تجي زميلتي أماني فتح الله مع الأخبار. واللي نحب نذكركم لازمكم تدخلوا في الموضوع هذه على خاطر هذا موضوع صغارنا وموضوع راحتنا احنا النفسية على المستوى العائلي، باش نعرف أنا صغيري فين حطيته، باش نعرف وقته نلاقيه، وقته كيفاه نلقاه.